مشاهدينا الكرام، طبعا احنا كلنا عارفين ان مصر بتواجه وتجابه تحديات مائيه كبيره جدا. اولا علشان زياده السكان، احنا كل سنه بنختلف عن السنه اللي قبليها، وما بين حقبه والتانيه بنتزايد تقريبا من 20 ل 30 مليون. يعني لما نيجي نتكلم عن فتره الستينات والسبعينات غير الثمانينات والتسعينيات وغير طبعا الالفينيات كلها. فبالتالي احنا لدينا عدد كبير جدا من السكان باستخداماتهم المائية كلها بالممارسات المختلفة، أيضا لدينا تحديات متعلقة بالتنمية واستخدامات المياه المضطردة اللي احنا عايزينها، يمكن محتاجين حصة فوق حصتنا علشان يبقى عندنا هذا الحلم الكبير للانطلاق من هذه الدلتا المخضرة والمكدسة أيضا كمان بالسكان لربوع هذه الصحراء المترامية من هذه الخريطة الكبيرة كلها مكسوبة باللون الأصفر. كيف يمكن لنا أن نعطيها ونعطيها أو نكسبها هذا اللون الأخضر ويبقى عندنا هذا يعني الارتكاز من التنمية الزراعية الكبيرة، إلا إذا كان عندنا مقنن مائي إضافي عن ما هو لدينا الآن. فبالتالي هذا تحدي كبير، والحلم عندنا مش هينتهي مشاهدينا. ان شاء الله سنرى مصر بهذا الشكل اللائق لشعبها وايضا كمان اللائق بجمهوريه مصر العربيه، لكن هنتصرف فيه ازاي؟ طبعا في اطر كبيره جدا. هنيجي بقى للممارسات المختلفه للسكان وشعب مصر كلهم في الاهدار والصرف في المياه. هذا لا يليق. أصبح الآن إذا كان الأول يعني كنا بنوجه وبنقول، لكن أصبح الآن ما عندناش هذه الرفاهية مشاهدينا الكرام. لابد من وضع حلول وأطر تعدل من ثقافة المصري تجاه قطرة المياه. كيف يمكن أن نحدث يعني هذه التنمية من خلال هذه التحديات؟ ضيفنا الكريم اللي هيبقى إن شاء الله يعني نطلع منه ب في تغيير ثقافة المستهلك المائي أو المواطن المصري عندنا، إن شاء الله يا رب نقدر نعمل ده أو نحن نكون بداية في هذا الطريق. ضفنا هو المهندس ياسر قطب رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي. برحب بحضرتك باشمهندس، أهلا وسهلا يا فندم. بداية علشان نحط المواطن أمام الصورة والمشهد كاملا، لازم نقول أو ندخل هذا المدخل باشمهندس، الوضع المائي الحالي، حصة مياه من المياه، الاستهلاك، كل هذه معلومات لازم نعطيها مرة أخرى ونذاكر بها السادة المواطنين. اتفضل باشمهندس ياسر. هو طبعا يعني أنا بشكر حضرتك على المقدمة الخاصة بالتحديات. حضرتك وضحتي جزء كبير جدا من التحديات اللي بنواجهها في إدارة المياه في مصر. ممكن نضيف عليها بعض يعني بالتفاصيل. يعني حضرتك اتكلمتي على السلوكيات. السلوكيات دي طبعا في منها الإهدار، في منها إلقاء الملوثات سواء الصلبة أو السائلة في المجاري المائية سواء ترع أو مصارف، ودي المية اللي احنا في الآخر بنشرب منها وبننتج بيها المحاصيل اللي بناكلها. صحيح. فده أحد التحديات، لأنه طبعا احنا المية الملوثة المفروض إن احنا ما نستخدمهاش، وتكاليف معالجتها تكاليف باهظة جدا، ولو استخدمناها بيكون في أعباء أخرى على الدولة يعني بتتمثل في علاج المواطنين من الامراض الناجمه عن تلوث المياه. دي نقطه. طبعا عندنا التعديات على المجاري المائيه سواء بالبناء، بقطع الجسور، بتكسير منشات الري، يعني عندنا انواع مختلفه من التعديات. بالاضافه طبعا لموضوع التنميه والزياده السكانيه وزياده الطلب على المياه، وان احنا عندنا تنمية في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة وفي مجال الثروة السمكية وفي مجال كمان البناء. كل ده محتاج بالأصل مية. فزيادة الطلب على المية في القطاعات المختلفة ده بيؤثر مع ثبات الموارد تقريبا، بيمثل تحدي كبير جدا. بالنسبة للموقف المائي، لو كلمنا يعني هم المتخصصين بيسموا ده الميزان المائي اللي حضرتك قلتي عليه، اللي هو الموارد والاستهلاكات المختلفة في القطاعات المختلفة، وده بيسموه الميزان المائي اللي هو السبلاي والديماند. فإحنا طبعا حصتنا من نهر النيل، ودي تقريبا 94% من المياه المتوفرة في مصر، 55.5 مليار.
ودي جايه طبعا من اتفاقيه 59، وبتفترض ان الوارد عند امام السد العالي بيكون سنويا 84 مليار، مصر 55.5، والسودان 18.5، وفي 10 مليار فوقت. فاذا النيل 55.5، بعد كده عندنا المياه الجوفيه العميقه حوالي 2.5 مليار في السنه، عندنا الامطار وحصاد الامطار والسيول حوالي 1.3، عندنا تحليه مياه البحر حوالي 350 مليون حاليا في السنه، عندنا المياه الجوفيه السطحيه وده بنلاقيه كتير قوي في الدلتا، الابار اللي الناس المزارعين بيعملوها في اراضيهم كري تكميلي، دي حوالي 7 مليار وشويه، وفي الاخر خالص اعاده استخدام المياه الصرف دي حوالي 13.5. ده كله بيجمع لنا حوالي 80.25 مليار. ده ايه؟ ده الموارد اللي ممكن نوفرها حاليا. طيب الاستخدامات بقى المقابل ليها، هي طبعا لازم تطلع 80.25 برضه المفروض طبعا. ميه الشرب السنه دي حوالي 10.7 مليار، الصناعه حوالي 5.4، الزراعه حوالي 61.6، البخر حوالي 2.5 مليار، يعني ده بيدينا كله 80.25. طيب هل 80.25 دول، هل دول بيكفوا احتياجاتنا من الغذاء ومن كافه السلع والمنتجات؟ لا طبعا، احنا بنحتاج سلع وخدمات ومنتجات تحتاج في انتاجها ل 114 مليار، وبالتالي احنا بنعوض الفجوه دي باستيراد ما يحتاج في انتاجه الى 34 مليار. وبكده يكون احنا احتياجنا 114-115 مليار، بنقدر نوفر ميه فعليه 80 مليار وشويه، والباقي بيكون استيراد طبعا، بيكمن في طبعا بقى في استيراد السلع المختلفه، حتى كل السلع بتحتاج ميه، حتى الملابس، حتى كل ده بيحتاج ميه في انتاجه طبعا. نعم، وبرده اللي هو السياسات المختلفه اللي بيتم ضبطها، يمكن اعتقد انها كل سنه ممكن، يعني مثلا زي زراعه الرز مثلا يا فندم، وهو شره طبعا لاستهلاك الميه، زي زراعه مثلا البرسيم والحاجات اللي زي دي، فبيبقى ليها خطط سنويه، السنه دي هنعمل ايه، السنه دي مين هيكون محروم من هذه الزراعه، مين هيكون متاح له هذه الزراعه، على ما اعتقد هذه كمان ايضا تندرج ضمن هذه السياسات طبعا. هو هو نعم. هو زراعه الارز تحديدا ده بيتم بقرار من وزاره الزراعه والري مع بعض، وتنسيق تام بين الوزارتين، وبتتحدد الزمامات والمحافظات اللي بيتم فيها الزراعات، واي حد بيزرع خلاف هذا الزمام بيكون مخالف. نعم. وبتطبق عليه طبعا، بيطبق عليه القانون. نعم، احنا يعني انا قلت ثلاث تحديات، حضرتك قلت ان فيهم فيما هو متعلق بالمواطن، هذا التحدي له كذا تفريعات، من ضمنها التلوث، من ضمنها التعدي على المياه، من ضمنها حاجات كتير جدا. طب لو جينا مسكنا التحديات وكيفية التصدي ليها، مشكلة زيادة السكان مش مهندس، هيكون الأمر إزاي لمجابهة يعني مش قادرة مش عارفة أسميه إيه، هو نعمة في حد ذاته، ولكن إذا كنا غير قادرين على إن احنا نستثمرها فبالتالي ستصبح عبء، هنا نقدر نقول إيه؟ هو مطلوب مننا ان احنا نحقق طبعا زياده كبيره جدا في الانتاج عشان تواكب الزياده السكانيه، عشان نقدر نوفر غذاء وميه، يعني غذاء اكتر كمان بدرجه اكبر، يعني قد نستطيع توفير ميه الشرب مع الزياده السكانيه، لكن الدرجه الاكبر هو الغذاء. ف لابد من تعظيم الاستفاده من قطره الميه، وتعظيم وزياده انتاجيه الفدان من كل وده انا شايف انه من خلال زيارات لكل محافظات مصر ان الناس بدات فعلا في 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 استخدام اساليب في الزراعه تؤدي الى زياده في الانتاج بدرجه كبيره، ما كناش بنسمع الارقام دي في الماضي، يعني في اساليب جديده بيستخدموها زي مثلا الصوب الزراعيه، زي الزراعه المحميه يعني، وبعض طبعا انا يعني الاخوه في وزاره الزراعه اكثر قدره مني على 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 شرح الاساليب دي بالتفاصيل، لكن احنا شفناها وشفنا نتائجها حقيقه، يعني بن يعني في نتائج كبيره،
ونحتاج اكتر من كده، ونحتاج ان الكلام ده ينتشر بقى يعني. وده دور برضو الارشاد الزراعي يعني، ده دور ادارات الارشاد الزراعي في المحافظات، انها الزراعات الارشاديه ديت لا بد ان من نشر الافكار ديت بين المزارعين من اجل تطبيقها، وبالتالي الانتاج في الاخر يزيد، ويبقى مساهمه قطاع الزراعه في الناتج القومي لمصر اعلى من المعدل الحالي، لان هو المعدل الحالي غير مرضي الحقيقه. يعني معدل مساهمه القطاع الزراعي رغم ان مصر تصنف انها بلد زراعيه ممكن يكون اكبر من كده بكتير. طيب هرجع تاني لفلسفه وزاره الري. وزاره الري لها فلسفه او لها قاعده على ما اعتقد كلنا خلاص بقينا عارفينها، وهي متعلقه بالاربعه ت، تمام؟ من ضمنها ترشيد الاستهلاك. هناك تاءات اخرى في هذه الفلسفه، هنتوقف عند كل بند من هذه البنود باشمهندس ياسر، ونشوف يعني كل هذه البنود هل هي بتتصدى بالكيفيه او العمل على التصدي لهذه المعطيات اللي هي بتمثل تحديات، كيف ممكن او ممكن نديها كم في الميه دلوقتي من اداء العمل؟ هو طبعا اول تيه تنميه الموارد. نعم، تنميه الموارد احنا قدامنا عده محاور. اول محور طبعا التعاون مع دول حوض النيل من اجل زياده مواردنا. وطبعا لعل يعني اكبر مثال على ده كان مشروع قناه جونجلي المتوقف من فتره طويله. لو في يوم ان شاء الله استطعنا ان هذا المشروع يعود العمل، هو متنفذ منه 70%، محتاجين ننفذ الباقي، ومحتاجين ان المشروع يبتدي يشتغل، ده هيوفر لنا كميات من المياه كويسه. يعني هو في المرحله الاولى 4 مليار، في المرحله الثانيه 7 مليار. اذا ده نوع من تنميه الموارد، ده محور من المحاور. المحور الثاني طبعا التحليه. نعم، احنا طبعا دلوقتي موضوع التحليه بدا ياخد اهتمام قطاعات كبيره في الدوله، وبدا يبقى فيه محطات عملاقه للتحليه. طبعا برضو التوسع زياده في استخدام اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي. وده احنا بنستخدم 13.5، وده رقم كبير قوي يعني، 13.5 مليار رقم كبير مش صغير. لكن بنستهدف ان احنا نستخدم كميات اكبر من مياه الصرف الزراعي، بالاضافه للصرف الصحي. ده بقى اللي في الفتره الجايه ان شاء الله قد يكون باذن الله هو المحور الاساسي، وهو معالجه مياه الصرف الصحي. ستستخدم في ايه بقى يا فندم؟ انا ما اعتقد مش كل الاستخدامات هتبقى مطروحه طبعًا لهذا طبعًا البديل. لا، نعم. طبعا مش لازم تكون زراعات غذائيه يعني، مش نعم. مش كل حاجه يعني، حسب طبعا المختصين بنوعيه المياه وجوده المياه، وهتشاف النسب ويتشاف طبعا عينات، ممكن تدخل في التصنيع يعني، وتدخل طبعا في انما مش في الشرب مثلا ممكن. نعم. يعني مش لازم ان هي تدخل، لكن في الاخر هي هتستخدم في قطاع من القطاعات اللي احنا ذكرناها كلها، وبالتالي هتوفر لنا ميه للقطاعات الاخرى. نعم صحيح. بس نعم، برضو ده بند مهم قوي. لو جينا للترشيد الاستهلاك، الترشيد من المعني بالدرجه الاولى يعني، حضرتك هتخاطب كل المواطنين، ولكن اي شريحه من المواطنين نقدر نقول ان هو سيحقق قدر كبير قوي من الترشيد؟ انا عايز اتكلم بس في الاول على بالنسبه للترشيد، وده طبعا ده اشهر طبعًا منهم. يعني الترشيد في جزء علينا كدوله كوزاره، وفي جزء على المواطن. المواطن ده انا عايز اقسمه برضو لمواطن في الحضر ومواطن في الريف. يعني مواطن ازاي يوفر في الزراعه، وازاي يوفر في الشرب. طبعا هو اللي في الريف برضو يعني ممكن يوفر في الشرب، بس طبعا يمكن الاهدار في ميه الشرب في الحضر اكتر. نعم، لان كميات الميه متوفره في المدن، مياه الشرب اكتر طبعا. فلو كلمنا في الحضر يعني في المدن، يعني اقصد في المدن يعني. نعم، في قطع موفره دلوقتي بتركب على كل الحنفيات وبتنتج وبتباع. نعم، وموجوده وباسعار رخيصه على فكره، اسعار يعني مش حاجه غاليه. هي والله انا بشكركم على يعني، ده كان من ضمن الحاجات اللي احنا تمنيناها في حلقات قديمه، وقلنا يا ريت والله زي ما عملنا اختراع، او ان احنا لجأنا للمبات الليد لترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي بقت ثقافه لدى المواطن بالزبط. المصري استخدام هذه اللمبات الموفره جدا، وحس بفرق كبير في التوفير. طبعًا. نستخدم ايضا كمان اليه لترشيد استخدام المياه داخل المنازل او داخل الاستخدام المباشر يعني، سواء احنا او اللي يعني هيفتح صنبور المياه ويهاجد مياه. فالحقيقه لقينا فعلا وزاره الري
يعني طرحت هذه هذا البديل، وبالتالي ايضا كمان عملت عنه اعلانات زي لمبات الليد، تمام. ويمكن كمان فيه علشان نقدر نوفر لكل المنافذ المائيه داخل البيت، معمول الامر ده بالتقسيط كمان. معمول ورخيص وفي نفس الوقت ما بتحسش بالفرق، زي بالظبط الليد، زي ما حضرتك ضربتي مثال باللمبات الموفره. احنا ما بنحسش ان النور بقى ضعيف، يعني بالعكس ده اقوى. وبرضو القطع الموفره بتدي ميه، ما حدش بيحس انها ضعيفه يعني، كويسه. بس هي الاستهلاك تقريبا النص يعني، او 40 في بتوفر 40% مثلا. في برضو فكره بالنسبه لبعض يعني، ان انا ممكن استخدم الزجاجات البلاستيك اللي هي ناتجه عن مثلا الحاجه الساقعه او كده، بملاها اي حاجه سواء رمل او ميه او غيره، وبتتحط في صندوق الطرد، بقلل لتر ونص مثلا من كل مره بستخدم فيها صندوق الطرد، بقلل لتر ونص. صندوق الطرد بس عشان المشاهد يبقى عارف، اللي هو احنا بنقول عليه اللي هو في الحمام. في الحمام يعني، الحمام. فممكن ان هو يشيل الغطاء بتاع هذا الصندوق ويحط هذه القارورة اللي هي هتبقى فيها تقل بسبب الرمل اللي احنا عاملينها رمل، عشان تاخد محايز. صندوق الطرد بيطرح ميه كتيره قوي ما بين كل استخدام واخر، لكن بالطريقه دي هستخدم ما فقط يؤدي للغرض. بالظبط يعني، انا لو شفت كام بيت في مصر وهيوفر في كل مره من دول لتر ونص، هيبقى رقم كبير قوي. طبعا يعني رقم كبير قوي يعني. لتر ونص او لتر، حتى لو كان حجمه صغير، ما احيانا برضو الحجم ممكن ما ياخدش اللتر ونص. لتر ونص في ايه بقى يا فندم؟ في الاستخدام الواحد، في المره الواحده. في المره الواحده، ما هو المكان اللي هيشغله اللتر ونص ده مش هينزل، يعني الجمع على بقيه اليوم كلها ده جمع. طبعا رقم كبير في كل في كل البيوت. برضو الناس وهي سواء وهو يعني حلاقة الدقن يعني، أو تنظيف الأسنان، إحنا دايما متعودين إن إحنا بنفتحين المية على طول. لا، ما طب ما أنا أخليها في كوباية أو حاجة جنبي واستخدمها، ده برضو بيوفر كتير قوي. الحاجات برضو المهمة إن لما المية حتى بتقطع، ولو ده مش بيحصل على طول يعني، بس لما المية بتقطع بنعمل إيه في المية اللي كنا محوشينها؟ يعني فرضا إن إحنا اتقال إن المية هتقطع بكرة، فكلنا بنحوش مية. أول ما المية بتيجي بنعمل إيه في المية اللي كنا محوشينها؟ بنرميها، بنتخلص منها. طب وليه ما نستخدمهاش؟ ما هو دي برضو من الحاجات اللي برضو إهدار سريع جدا بدون لازمة. إيه بس على هذه ذكر هذه النقطة، يعني الحقيقة كل المواطنين المصريين شغوفين قوي بمشاهدة الأفلام الأجنبية. طيب من ضمن سلوكهم اليومي إن هو حتى هو واقف في الحمام بيستخدم الكوباية، ما بيبقاش فاتح الحنفية على طول. فليه إحنا ما بتأثرش فيهم يعني بهذه الأساليب المهمة؟ يعني دور بقى الإعلام ودور يعني ده شيء واضح وظاهر جدا. حتى ست البيت بقى بتيجي تغسل بتملى مكان كده تحط في تنقع فيه كل الاطباق، وبعد كده دي النقطة اللي انا كنت اقولها بعد كده، والله في غسيل الخضار والفاكهه ما انا المفروض اغسله في مكان في حوض مغلق. نعم. مش في ميه برضو. صحيح. مستمره. برضو لو انا عندي زراعات، لو عندي جنينه مثلا وفي زراعات، يفضل ان انا ارويها بالليل او في الصبح قوي بدري عشان البخر. لان انت لو بتروي مثلا في الظهر تبقى اعلى نسبه بخر، او في وقت الشمس هيبقى اعلى نسبه بخر، فانت تروي في الوقت يا بالليل يا الصبح بدري يعني. طبعا لو في حاجه بقى بايظه في السباكه، يعني لو في حاجه في السباكه داخل الشقه او داخل حرام. داخل اي مكان يعني، حتى في المباني الحكوميه، في دور العباده، في غيره، لابد من اصلاحها يعني. لان احنا ما ينفعش ان احنا في الاجواء اللي احنا فيها بنتكلم عن التحديات ويبقى سايبين التسربات دي شغاله على طول. السيارات برضو، غسيل السيارات ده بالخرطوم ده من الحاجات طبعا اللي كلنا بنشوفها، ورش الشوارع طبعا ده من الحاجات اللي المفروض ننتهي عنها تماما. الغسيل العربيات ده المفروض يكون من خلال برضو وعاء او حاجه بناخد منها، ورش الشوارع ده متهيألي انه يجب ان نتوقف عنه خالص يعني. بالنسبه لميه الشرب على الاقل يعني، متهيألي هذه الظاهره قلت شويه يا دكتور، رش الشوارع والحاجات دي ما زالت يعني على الاقل في يعني، في يمكن مش في القاهره، انما فيها لما بنروح خارج القاهره لا ما زالت. حتى برضو بالنسبه لسيده البيت يعني، برضو في برامج في الغساله الاوتوماتيك بتوفر في الميه لو كانت كميه الغسيل قليله. برضو دي يجب ان احنا
نهتم بيها، لان دي حاجات يوميه وحاجات اجمالي بتاعها كبير جدا. يعني هو كل اللي حضرتك بتقوله ده هو متعلق بثقافه المواطن اللي هي لازم انها تتغير. بالظبط، والله شئنا او ابينا هي لازم تتغير. تمام، بس نيجي للريف بقى. في الريف بقى انا هاجي لحضرتك بقى، ان حضرتك بتقول ان هو يبدا يروي الارض في وقت مبكر عشان البخر ما يعني الميه، او بالليل او يفضل بالليل. بالليل وبالليل. طب ما ده كان سلوك المواطن المصري والفلاح المصري زمان خالص. زمان بقى ايام ما كانش فيه تلفزيون بيشغله، فكان بيصحى بدري يعمل ده. دلوقتي ما اعتقدش ان في فلاح هيصحى من النجمه زي ما بيقولوا كده ويعمل الحكايه دي. بتهيأ ما زال في، لا لا ما زال في ناس بتروي بالليل طبعا، وفي ناس حصتها يعني في الري بالليل وبتروي. ويفضل يعني احنا ده بنحاول بقى نشتغل عليه ان هو نوعينه كده كده، ده افضل له للارض ولكل حاجه ولينا طبعا في الاخر كدوله وكشعب. استخدام طبعا الطرق الري الحديث، يعني في الريف بقى استخدام الطرق الري الحديث دي من الحاجات اللي بتوفر ميه طبعا. يعني موضوع الغمر ده برضو يجب ان احنا نفكر في ان احنا خلاص بقى نتحول الى الري الحديث. استخدام المحاصيل البديله اللي بتستهلك ميه اقل، يعني بدل قصب السكر ممكن نستخدم البنجر، زي ما كتير جدا من المصانع دلوقتي بتاعت السكر بقت بتعتمد على البنجر، والبنجر نعم. اقل استهلاكا في انتاجه من الرز. وبرده السلالات، حتى بقى المحاصيل زي الرز اللي انا مضطر ازرع منها زمامات معينه عشان برده نغطي احتياجات المجتمع، في سلالات استهلاكها اقل، في سلالات عمرها اقصر، وبالتالي لو انا استخدمت دي السلالات دي بوفر برده ميه ريات لنفس الانتاج، لنفس قيمه الانتاج ان ما كانش اكتر. المسائي، لو بطلنا المسائي هنقلل الفواقد اللي بتحصل في، يعني نفضل ندي ميه في المساء عشان توصل للنهايه. لو بطلناها سواء باي نوع من انواع التبطين ده طبعا بيقلل الفواقد، وبالتالي بيقلل الاهدار، وبيكون وسيله من وسائل الترشيد. تسويه الاراضي بالليزر، لان طبعا لما الارض بتبقى فيها حتت عاليه وفي حتت واطيه، الميه عشان تيجي بالغمر لازم هتغطي العالي، فبالتالي الواطي هيبقى واخد يعني عمق اكبر. الصيانه المستمره للترع والمصارف، وده دور وزاره الري طبعا. الري في الدور وياخد الكميه المحدده ليه بالظبط. لما وزاره الزراعه وزاره الري يحددوا زمامات للرز، ما نخالفش بقى ونزرع خارج هذا الزمام. طبعا لازم نعيد احنا برضو كوزاره، ودي سياسه الوزاره فعلا، انه يبقى في اعاده تاهيل للترع والمصارف المجاري المائيه عموما، يعني عشان وبرضو تطهيرها من الحشائش، عشان ما دي حاجه الحشائش دي بتعمل سدة بتعوق، وفي نفس الوقت هي بتشرب في سيلك نعم. ميه يعني. نعم صحيح. في حاجه مهمه قوي يعني حضرتك ذكرتها، وهو الابتعاد بقى قدر الامكان عن ري بالغمر، لان الموضوع مش موضوع ميه بس، ده الموضوع ايضا كمان له علاقه بالخيرات اللي موجوده في التربه. لما الارض ذات نفسها تشبع بالميه، هو مهما يحط سماد فالسماد هيحصل له ايه؟ هيتسرب، مش هتستفيد منها النبته قوي. لكن لما يكون هو حاطط المقنن السمادي مع الري بالتنقيط او الرش، هتستفيد النبته فعليا بالسماد اللي موجود، يعني مش هعمل لها اذابه واخليها تنصرف لمكان مثلا، يا اما في اعماق التربه او انها تنصرف في اماكن اخرى. فبالتالي كل ده هي منظومه من التوفير، مش بس للميه، ده لكل حاجه. فده جزء برضو مهم قوي ان احنا برضو نذكر بيه يعني السادة المزارعين اللي شايفينها دلوقتي. لو جينا كلمنا عن روابط الترع بقى باشمهندس، هذه الروابط دورها بقى في يعني مواجهه كل هذه التحديات الكبيره، حضرتك شايفها ازاي؟ هو الروابط طبعا بدات في التسعينات، ولكن هي يعني كان طبعا بدايه، وهي تحت عنوان المشاركة في إدارة المياه. يعني إحنا في عايزين نستحدث كيان يشارك الجهة التنفيذية في إدارة المياه. طب ليه؟ ما هو ده كان في التسعينات، ما كناش إحنا حتى على فكرة لسه يعني موضوع التحديات ما كانش الأزمة ظاهرة قوي، عدد السكان كان أقل بكتير، المياه كانت تقريبا إحنا ما نزلناش خط الفقر المائي، فاللي هو 1000 متر طبعا للفرد طبعا في السنة. لكن كانت الوزارة بتستشرف انه في المستقبل مع الزيادة السكانية ومع تفتيت الملكية، مش هيكون جهاز الري قادر على التعامل مع اعداد المزارعين
فلازم يبقى في كيانات تمثل هؤلاء المزارعين بحيث ان انا اكون قادر على التعامل معهم. فبدات في التسعينات كتجارب استرشاديه يعني، ولكن هي بدايه من سنه 99 خدت شكل بقى رسمي. وطبعا احنا في قرار وزاري، لانه طبعا القانون القديم قانون رقم 12 سنه 84 قانون ري كان لا يتضمن روابط المستخدم المائي على مستوى الترع الفرعيه، لكن كان في قانون 213 سنه 94 اتكلم على اتحادات مستخدمي المياه ورابط مستخدمي المياه على مستوى المسائي الخصوصيه على مستوى المسائي، وبالتالي دول خلاص دول خدوا الصفه القانونيه ويستطيعوا انه يفتح حساب في البنك وله شخصيه اعتباريه وكل حاجه. نعم. انما هي المعضله كانت روابط الترع الفرعيه، فصدر قرار وزاري بينظم عمليه انشاء روابط مستخدمي المياه، وبيفوض رئيس اداره مركزيه للموارد المائيه والري في المحافظه باعتماد انشاء الرابطه. القرار الوزاري برضو حط المهام اللي المفروض ان الروابط تقوم بيها، حط مهام كتير جدا فيها مهام اداريه بقى داخل الرابطه، زي اعداد لائحه داخليه، عقد اجتماعات، يعني تاجير مقر، حاجات كده. دي طبعا يعني مش هي الاساس طبعا، انما الهدف الاساسي هو اولا انها تشارك في وضع الاولويات، لان احيانا بيبقى استثمارات كتيره بتحطها الوزاره في الترع، وممكن يكون المزارع له راي اخر في هذه الاولويات، ان في حاجه قبل حاجه، واحنا عايزين نوصل انه يحس بملكيته للترع، ان الترع دي ملكه عشان يحافظ عليها. فلو هو اشترك معايا في الاولويات ده هينمي عنده شعور بالملكيه. الحاجه الثانيه انه بيشارك حتى في عمليات الصيانه اللي بتتم للترع، يعني النهارده لما بيكون في حفار بيجي عشان يزيل الحشائش او عشان يجرف الترعه بيبلغ رئيس الرابطه قبلها بمده كافيه، وبيتابع مع جهاز الري الاعمال لحد ما بتنتهي. وده طبعا كويس جدا، لان احنا عندنا عجز في العمال، البحار بتاع زمان ده يا اما طلع معاش يا اما توفاه الله، وطبعا مفيش دلوقتي البديل، فاصبح احنا دول بيساعدونا وبيقوموا بدورهم في متابعه الترعه 24 ساعه، لان هم قاعدين جنبها، دي الترعه الخاصه بيهم. نعم. وبيبلغونا باي حاجه تحصل، بلغوا مدير الهندسه يعني. ده حاجه من الحاجات. الحاجه الثالثه فض المنازعات، في كتير قوي من المنازعات بتحصل بسبب الميه. طب مين الجهه اللي ممكن تقعد مع الاثنين اللي في بينهم كونفليكت وتصلح بينهم او تحل الموضوع؟ مش ممكن تكون جهه حكوميه، صعب. فالرابطه بتقوم بهذا الدور. فالروابط لها مهام كبيره جدا. موضوع رفع الوعي، انا مهما عملنا ندوات هنقعد مع كام واحد؟ مهما لفينا ومهما رحنا مش هنقدر نغطي العدد كله، ولذلك احنا بنعمل ندوات دلوقتي، بنعمل مع الروابط. ليه؟ كل واحد فيهم ممكن يقعد مع 50 واحد، يقعد مع 100 واحد، ينقل الرساله، فبالتالي الامور تتسع. وده اللي عملناه في موضوع الري الحديث. يعني الري الحديث احنا بدانا تقريبا من سنه ونص سنتين بالكتير نتكلم في موضوع الري الحديث. طبعا واجهونا في الاول بانه الري الحديث ده ما ينفعش غير في الارض الرمليه، الارض الجديده الصحراويه، اما الاراضي القديمه ما ينفعش فيها الري الحديث. فطبعا الوزاره عملت مرسله في قطاع التطوير مشروع في الفيوم 208 فدان في قريه سيله، اتعمل نفذنا فيه في ارض قديمه بقى، تنفذ فيه ري حديث، تطوير ري رش وتنقيط، ونجح. بدانا نعمل زيارات من كل المحافظات لهذه المنطقه، يا جماعه انتوا بتقولوا انه ما ينفعش في الارض القديمه، ينفع هو في الارض القديمه. بدا ناس في المنوفيه تعمل هذا الامر، وكلهم من خلال الروابط. نعم. تزرع. بدا نعمل برضو ناس تزور الناس اللي في المنوفيه، وبدا في الغربيه، وبدا في البحيره، وبدا في المنيا. فاصبح دلوقتي تقريبا كل المحافظات النهارده بتقوم بموضوع الري الحديث، وبيعملوا طواعيه، وبيعملوه على حسابهم يعني. واللي قايم بهذا الدور او مساعدنا في هذا الدور هو الروابط. فدي ده 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 دور من ادوارهم اللي هو رفع الوعي المائي. نعم. وموضوع التلوث وموضوع
بيتكلموا مع الناس في موضوع التلوث. في روابط مثلا عملت مشروع لجمع الكمامه عشان الناس ما ترميش الكمامه ديت في الترع. نعم. فده برضو يعني هي ادوار الحقيقه كتيره جدا. المراه في الرابطه عليها دور كبير جدا في ان هي بتخش المنازل، ما يقدرش الرجل هيخش المنازل في الريف. المراه بتخش توعي السيدات باهميه ان هم ما يلوثوش الترعه، ما يلوثوش الميه، ما يستهلكوش ميه شرب كتير. ما يعني فادوار الروابط الحقيقه كبيره جدا، واعتقد ان شاء الله ان هو دورها هيتعظم لما القانون يطلع، لان القانون الموارد المائيه الموحد ده متضمن اربع مواد خاصه بالمشاركه بالروابط مستخدمي المياه من اول المساله لحد مجلس المياه، وبينظم العمل وبيديها الشخصيه الاعتباريه وبيمكنها من انها تكون تفتح حساب في بنك وتقدر ان هي تجمع اشتراكات وكده يعني. برضو من الحاجات اللي الروابط بتشارك فيها برضو لما بيكون في مثلا محطه رفع صغيره فيها مشكله، المشكله دي يعني على ما تتحل بالاطار الحكومي وطبعا كتلات عروض وحاجات الاجراءات الحكوميه العاديه هتاخد وقت، بيقدروا هم ان هم يعني ايه بسرعه يعملوا الحاجه ديت، لان هم طبعا محتاجين اصلاحها بسرعه، مش ما عندهمش الحياه تتوقف تماما. طبعا. برضو فيما هو متعلق بها يا فندم بالمعلومات اللي بياخدوها الروابط من بعض سواء من المحافظه دي او المحافظه الثانيه، ما هو كله بيقلد بعضه. يمكن يكون الامور مش بتمشي بسرعه لان ممكن تغيير نمط الري من الغمر او الشكل التقليدي للري المطور او الاساليب الاخرى الحديثه ان ده ممكن يكلفه، يبقى الامر مكلف. فهنا ممكن يعني ممكن نتكلم نوعي، نقول يعني نعملها حسبة كده اذا كان مكلف فهيكون العائد عامل ازاي، واذا كان هناك تسهيلات من قبل وزاره الري فبرضه ده جزء مهم. تمام. هو خلينا نقول ان الري الحديث كله مزايا، العيب الوحيد فيه التكلفه. فاحنا هنحسبها ازاي؟ احنا ودايما انا لما بقعد مع حد من المزارعين بقول له ايه، انت هتحسب العائد اللي هيجي لك زياده لو عملت ري حديث وتحسب تكلفه الري الحديث. لو لقيت ان العائد مش هيتغطى معاك بسرعه ما تعملش، انما لو لقيت ان العائد ده هيتغطى معاك في سنه طب ما خلاص، ما انت بعد كده الشبكه ديت بقت بتاعتك وخلاص بقى ما بتفعلهاش حاجه. يعني المصاريف ممكن تعوض في سنه. طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ لان حضرتك اشرتي في الاول للاسمده، هو بيقلل في استهلاك الاسمده 50%. ما هو ده لازم، هو مش هيتجه لهذا الامر الا لما تقنعه بالمزايا والفوائد اللي هتتحقق له. هو الميه مش هي اللي هتخليه يعني توفير من الماء في الميه مش هو اللي هيخليه ينفذ، هو بيلاقي ان في توفير في الاسمده 50%، توفير في العماله كبير جدا، لانه النهارده ممكن واحد يروي خمس فدادين، كان زمان بيحتاج عماله. في حشائش الضار اللي بتنمو مع الميه بالغمر مع الري بالغمر مش موجوده دلوقتي، ما بتتواجدش في الري الحديث. فمقاومتها كانت بتتكلف فلوس وعماله برضو دي. طيب المراوي الصغيره اللي جوه، المراوي اللي داخل الحقل نفسها دي مش محتاجه بقى، لان هو بيشتغل يا تنقيط يا رش، فمش محتاجه. طيب ما هي دي اضيفت للزراعه، يعني دي يعني الارض على الاقل خالص الفدان بيزيد 5%. يعني في ناس بتقول 10 لكن خليه 5%، اذا الانتاج هيزيد، الانتاجيه هتزيد، جوده المنتج نفسه يعني كل اللي، ودي حصلت في اكتر من مكان، انه بنزرع مزارع بيزرع محصول بالري التقليدي بالغمر وجنبه نفس المحصول بنفس الظروف بنفس الحراره بري بالتنقيط، فبيطلع ده جودته اعلى، وبعدين بي 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 زي ما بيقولوا هم بلغتهم بيبشر بسرعه، فبيقدر يبيع وقت ما السعر بيبقى لسه عالي. فده بيحقق له عائد وجوده المنتج نفسها اعلى. فكل الحاجات دي طبعا بالاضافه لصحته كمان، هو بيقدر ينزل بلبسه كامل يدوس على زرار يشغل الشبكه. فدي يعني هي جوانب الحقيقه. وفيها جانب اخر وهو ان ري بالغمر بيخلي البيئه مستقبله اكتر للافات الزراعيه طبعًا والحشرات طبعًا. فده بند في مصاريف للمبيدات والتصدي بقى للمشاكل الاخرى المتعلقه بقى بالري اللي هو بيخلي الارض تطبل او ما اعرفش مش عارفه هو ده. طب نيجي للتسهيلات اللي حضرتك. ايوه هو طبعا الوزاره
عمل بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي المصري وبنك الزراعي المصري، بحيث انه يبقى فيه كارد للفلاح اللي عايز يعمل ري حديث في ارضه من خلال مبادره البنك المركزي. يعني طبعا احنا بنعمل ندوات، وبيكون الاخوه من البنك الاهلي او البنك الزراعي موجودين معانا وبيتعاونوا. في ناس بدات فعلا تعمل تاخد يعني تطلب قروض من البنوك، وفي ناس يعني بتفضل ان هي تنفذ على حسابها عشان تبقى ايه، يعني مش مرتبطه بحاجه معينه هي بتعمل. كمان اصل المكونات الري الحديث سواء المواسير او الرشاشات او النقاطات فيها اسعار متفاوته، يعني في مثلا باكس وفي ب 10 اكس، ده جودته عاليه قوي، ده جودته نص نص. فهو في واحد بيفضل انا اجيب الحاجه الاول اجرب في الحاجه اللي هي البسيطه ديت وهتعيش اقل بس مش مشكله وابقى اغيرها تاني، وفي واحد بيفضل يجيب الحاجه اعلى حاجه. ف وجهات نظر يعني. وجهات نظر. فطبعا هو يعني في يعني معظم الناس بتفضل ان هي تعمل بنفسها، لكن الوزاره عملت البروتوكول، والوزاره بتقول له يعني احنا بنقول للمزارعين ان انت الدور الاستشاري سواء تصميم الشبكه او الاشراف على تنفيذها احنا هنعمله مجانا، يعني احنا بنعمله تطوعا للمزارع، هو هيجيب الشبكه واحنا هنصممها له وهننفذها له مجانا من خلال قطاع تطوير الري. نعم. لكن هو ده حضرتك بتقول في حين ان هو اشترك معاكم في هذه المنظومه، او ان هو اشتغل بنفسه وجاب الحاجات، جاب من نفسه خلاص، فكل الامور هو حر، لكن المتابعه والاستشارات دي هتبقى مجانا. لا ايوه، اي حاجه هو عايزها طبعا. يعني هو يختار اي ما يكون، والمساعده من قبل الوزاره هي مجانا طبعا. نعم طبعا. نعم تمام. قانون الري الجديد، ويمكن دي تكون اخر المحطات بقى اللي احنا نتكلم فيها، بس هي محطه كبيره شويه، احنا متوقفين عند فين يا فندم؟ وهو اقر بالفعل من البرلمان المصري، مش كده؟ اقر من لجنه الزراعه والري، انما طبعا في جلسه عامه بقى ان شاء الله يقر ويصدر به قرار باذن الله ان شاء الله. البنود المباشره قوي في هذا القانون الجديد، واللي هي ممكن ان احنا نسند عليها بقى في هذه المشاكل اللي احنا عرضناها. هو طبعا هو 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 القانون طبعا عالج المشاكل اللي كانت مش يعني القانون القديم مش ما بيغطيهاش، يعني طبعا بالنسبه للتغليظ، عقوبه المخالفات، بالنسبه انا طبعا بيهمني طبعا موضوع الروابط، يعني كون ان الروابط مستخدمين المايه موجوده في القانون ده امر بالنسبه لي طبعا مبشر جدا، لانه خلاص اصبح كيان قانوني واصبح لهم دور رسمي هو يقدر يمارسه بعد كده، لانه القانون خلاص يعني ده كلام يعني حتى لو كان القرار الوزاري ده كان بيبقى مطبق من خلالنا كوزاره ري، من اجهزه وزاره الري كلها، انما النهارده هو لما هيبقى في القانون يعني كل جهات الدوله هتتعامل مع رابط مستخدمي المياه، لانها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني منظم يعني. فدي من الحاجات، بالاضافه طبعا لانه في تعديلات كتير قوي في كل المواد، في معظم المواد، بما يتوافق مع التغيرات اللي حصلت من سنه 84 لحد النهارده، ومع التحديات اللي موجوده طبعا، يعني ما كان في 84 حاجه واللي احنا فيه النهارده حاجه تانية طبعا. طيب باشمهندس ياسر، نستطيع ان احنا نعبر هذه الازمه ونحقق ما نصبو اليه واللي بنحلم به من تنميه في ظل كل هذه العقبات؟ هو انا بس مش يعني مش عايز اسميها ازمه، هو هي تحدي، وان شاء الله نستطيع، لانه كتير قوي من البلاد اصلا مواردها بالنسبه لعدد سكانها لا اقل مننا برضو، وبتقدر ان هي تتغلب على ده، واحنا ما هو متوفر عندنا من الميه نستطيع به ان احنا نواجه التحديات، بشرط عدم الإهدار وعدم والحفاظ على نوعية المية من التلوث، سواء التلوث من المواد الصلبة أو المواد السائلة. طبعا احنا برضو يمكن كنت عايز اشير لحضرتك برضو على جزئية التعديات لا يعني في احنا برضو من اساليب نشر موضوع الري الحديث ان الوزارة في كل سنة ممثلة في قطاع التخطيط، وده كان في شراكة مع الاتحاد الاوروبي، بتعمل مسابقة كل سنة خاصة بمين اللي بيعمل ممارسة مميزة يترتب عليها ترشيد المية، المسابقة بتسمى
حافظ عليها تلاقيها، حافظ على الميه تلاقيها. اول مره اول سنه عملتها عملناها سنه 2018 اتقدم لنا 53 واحد. نعم. واحنا استضفنا الفائز بهذه طبعا طبعا طبعا. وتاني مره بقى تاني سنه تقدم لنا 83. كل سنه بيطلع الخمسه الاوائل بيحضروا اسبوع القاهره للمياه، بيكرموا من معالي الوزير. اسبوع القاهره اللي هو كان في شهر 10 اللي فات. طبعا. حضروا فعلا وعرضوا قدام الناس الحضور كلهم تجربتهم. بنبتدي بعد كده بقى نعمل لهم زيارات، يعني كل واحد من الفائزين اللي عمل تجربه مميزه قوي بنجمع مزارعين من اماكن مختلفه ويروحوا يزوروه ويشوفوا هو عمل ايه. نعم. وهنعتبر ان برنامج الحصاد هو الحقيقه ذراع من ازرعه يعني العمل المتسارع جدا علشان نحافظ على يعني هذه الثروه المائيه بتاعتنا. وهنستضيف كل الشخصيات اللي ترشحوها لينا الفائزه بهذا النمط المميز جدا في الترشيد لاستخدام المياه. واحنا يعني ان شاء الله طبعا هذا الاستوديو مفتوح لكل من يستحق التكريم، فاحنا بدورنا بنادي معاكم هذا الدور وده اللي نقدر عليه واكتر كمان ان شاء الله، لان هي يعني الموضوع بقى مسؤوليه وطنيه بالنسبه لنا كلنا، سواء بقى كنا عاملين في اعلام او بره الاعلام فهي اصبحت مسؤوليه وطنيه. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مهندس ياسر القطب رئيس الاداره المركزيه للتوجيه المائي، شكرا جزيلا يا فندم، وان شاء الله تكون هذه العقبات او التحديات تكون هينه وسهلة ونعبرها ونجتازها سريعا بمشيئة الله. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام انتظرونا ان شاء الله طالعين فاصل قصير.